مساء الخير. بالعادة لما نكون عم نطلب من الله إنه يحقق دعوة أو أمنية منقول من تمك لباب السماء، ولأنه الدعوات والصلوات وحدها ما بتكفي وضروري تقترن بأعمال محبة، أطلقت رابطة كاريتاس لبنان حملة الصوم والتبرعات السنوية تحت شعار من إيدك لباب السماء، يعني كل شي منقدمه لخينا الإنسان ولو فلس الأرملة الله بيقبله مثل الصلاة، لا بل أهم من الصلاة، أكيد بيردلنا إياه أضعاف اللي قدمناه. واليوم بزمن الصوم الكبير وبشهر رمضان الفضيل، شو في أهم من العطاء؟ العطاء المجاني ومن القلب لنشارك بتقديم الدعم لكل فقير، توفير الطعام لكل جوعان، وتأمين الطبابة والدواء والاستشفاء لكل مريض. بوقت بلبنان والمنطقة عم نمرق بأزمة كبيرة، بعد رابطة كاريتاس لبنان موجودة على الأرض وعم تبذل جهود جبارة لتكون إلى جانب كل مين قسيت عليه الدنيا وتقدر تلبي كل مين بيقصدها. ولكن إيد وحدة ما بتزقف، والظروف الصعبة على مختلف الأصعدة، وحتى تبقى هالمؤسسة صامدة وعلامة رجع بعالم عم يزداد فقر وجوع وحرمان، كاريتاس لبنان بحاجة لدعم كل واحد منا. مساهمة صغيرة صدقوني بتسند بحصة وأكيد بتعمل فرق. بحلقة الليلة من حقك بإيدك بصرني استقبل عائلة رابطة كاريتاس لبنان يلي هي عائلتي كمان، وأنا فخورة أني فرد منها، ورح نحكي بشكل مفصل عن الحاجات الاجتماعية والصحية والتربوية بلبنان، الخدمات اللي عم بتقدمها كاريتاس، التحديات اللي عم بتواجهها اليوم، وحملة التبرعات وأهميتها ولوين بيروح ريعها. بصرني استقبل رئيس الرابطة الأب ميشيل عبود. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ورح تكون معنا بالقسم الأول من الحلقة الزميلة دولي طرباي، منسقة الخدمات الاجتماعية بالرابطة. أهلا وسهلا فيك. وعبر زوم معنا مستشارة القسم الاجتماعي بالرابطة دكتور سنة نمر. أهلا وسهلا فيك دكتور. أما بالقسم الثاني فرح تكون معنا منسقة المشاريع الصحية ساندي حاكمي، والقسم الثالث رح تنضم إلنا مسؤولة القسم التربوي بالرابطة نانسي النجار، وعبر زوم أخصائية النطق واللغة بتمركز هوب تابع لكاريتاس لبنان هبة بجاني. أهلا وسهلا فيكم ضيوفي. أهلا وسهلا فيك عائلتي، وشكرا لكم على تلبية الدعوة. أبونا العطاء هو مش بس مناسبة أو لحظة الواحد بيعملها، هو مفروض يكون أسلوب حياة، وهيدا اللي علمتنا إياه الكنيسة وهيدا اللي عم تعلمنا إياه كاريتاس. اليوم شو وضع كاريتاس بظل الكل اللي عم نمرق فيه؟ كاريتاس عم بتكفي تعطي. كاريتاس مؤسسة عالمية موجودة ب 200 دولة بالعالم ضمن 162 كاريتاس، ومنها كاريتاس لبنان يلي صار لها 52 سنة سنة 1972 عم تشتغل. هلا كونه كاريتاس ولدت بقلب الأزمات تشتغل بقلب الأزمات وبعدها مستمرة. هلا موجودة بهالسفينة اللي اسمها لبنان يلي عم نبحر بعالم اليوم. سفينة بتلطمها الأمواج بتطلع بتنزل، كاريتاس تتأثر مثل كل هالتأثرات، وإنما هي عم تبقى تتكون عم بتنفذ رسالتها على أكمل وجه، كونه هي جهاز الكنيسة الاجتماعي، والكنيسة تكمل ما بدأ أبو يسوع بأعمال خيرية على الأرض تتوقف حد الإنسان وخصوصا المحتاج منه. كاريتاس بعدها عم بتكفي رسالتها، ورسالتها هي الإيد بتاخد من شخص اللي بده يعطي وبتعطي بالإيد الثانية للفقير ولكل شخص بحاجة لإلها. طب كيف عم بتواجهوا هالأزمة اليوم؟ أزمتنا اليوم على كل الأصعدة. بداية نحن بتعرفي بأزمة أزمة اقتصادية عالمية، مش أزمة لبنان فقط، ونحن بنتلقى هباتنا إما من الداخل وإما من الخارج. من الداخل الناس بلبنان تغير وضع، مش كل الناس اللي بعدها عم تعطي كانت تعطي بعدها عم تعطي. صحيح. مؤسسات بتطلع نحن على تاريخنا بتطلع في مؤسسات كانت تعطي بعشرات ألاف الدولارات، هلا بطلت تعطي، كان يجي بنك يعمل سبونسر لاحتفال اثنين ثلاثة، هلا بطل يقدر يعمل أي شيء. وكتار المؤسسات بس يلي هيك عم نتعجب منه بإيجابيا هو عدد الأشخاص يلي عم يعطي، وعدد الأشخاص يلي رغم كل الضائقة الاقتصادية الناس بعدها عم تعطي بسخاء بالقدرة يلي عندها إياها. الميل الثاني هي الجهات العالمية، والجهات العالمية من وين بتجيب أموالها؟
إما بتجيبها من الدول يلي هي موجودة فيها، وإما بتجيبها من تبرعات الناس يلي بتقدم من أجل قضية، يلي بيقدموا قدامهم قضية لبنان. انفجار بيروت استقطب أنظار العالم كله سوا، الحالة حروب لبنان استقطبت، الأزمة الاقتصادية بتعرفي ما بتبين بلبنان لأنه هي أزمة بنسميها مخفية، ناس يتألمون بصمت، نحن عم نحاول أن نبينها. وجد أزمة أوكرانيا ومن ثم أزمة هزة الأرضية بسوريا وتركيا هلأ غزة تستقطب أيضا الأشخاص المانحين الدولية. هيدا الشيء بيخلي أنه لبنان بطل هو مصدر كتير اهتمام، 100% بطل مصدر الاهتمام. نحن هلأ بكل المحلات اللي مندعى عليها من جمعيات واجتماعات لجهات مانحة وبس يجوا لعنا ونروح لعندهم، منحاول نوصل صوت الأشخاص يلي لا صوت لهم، من يتألمون بصمت، منحاول نبين الأزمة. بيجوا أوقات بينعزموا لعنا على لبنان، بيشوفوا مطاعم بيروت مليانة، شاليات مليانة، المولات مليانة، نشكر الله هي علامة حياة، بس هي محصورة بمحلات معينة، وهودي في منهم كتير مغتربين، في منهم كتير عايشين هون. اجوا المغتربين يحن اللي مشكلهم سمين أكسجين لبنان يلي عطوا زخم لكل للمناسبات ومستيفية، وقت تكون الوقت الأوضاع رايقة وقادرين يوصلوا يعني بهذا لبنان. هلأ نحن بنحاول نوصل ما لا صوت لهم بالطريقة اللي انت هلأ عم تعمليها، يعني مجرد ما انت عم تغطي على هيدي الأمور حتى نقول نحن وين، مين يلي عم يجي لعنا؟ اللي عم يجي لعنا هو فقير، عم يجي لعنا هو يلي بحاجة، والفقر تساوى كتار من الناس ببعضهم البعض. هذا الشيء اللي عم نرفع الصوت انه لا، في اشخاص عم يدقوا بابنا لانهم بحاجه، ونحن عم ندق بابكم لانه نحن بحاجه لكم تنقدر نكون عم نعطيهم. بدي احكي مثل ما كنت ذكرت بالمقدمه انه نحن رح نقسم الحلقه لثلاث اقسام، حنبلش نحكي عن القسم الاجتماعي بالرابطه كيف عم بيساعد، لنرجع ننتقل للقسم الصحي والقسم التربوي. بدايه قبل ما بلش نحكي عن القسم الاجتماعي بدي اطلع بريبورتاج اللي هو عن الحمله، حمله الصوم، وبنرجع منكفي. كل مره بتشارك معنا بتكون عم تفتح باب والجوعان مش قادر يأمن لقمة عيشه، مريض مش قادر يأمن تكاليف علاجه، فقير مش قادر يأمن أبسط أساسيات الحياة، محتاج سكرت البواب بوجهه. كل مرة بتشارك معنا لنساعد إنسان، بواب السماء بتنفتح لك من إيدك لباب السماء. برميشال، يعني اليوم بحملة الصوم مثل كل سنة كاريتاس بتفتتح أو بتطلق هيدي الحملة لحتى تجمع تبرعات تقدر تساعد فيهم، هل هالتبرعات عم تكفينا؟ وهل بتتكلوا على التبرعات بالداخل؟ ليكي التبرعات بالداخل أبداً ما أنا كافية. التبرعات بالداخل أول شيء بتنقسم بالأقاليم، تعرفي بكاريتاس عندنا 36 إقليم، يعني الإقليم هو البقعة الجغرافية اللي بتطال تقريباً أغلبية المناطق والأبرشيات والرعاية. كل إقليم نعم، كل إقليم بيكون عنده جهاز مكتب موجه له تحية كتير كبيرة، متطوعين وشبيبي على الأرض. هدف الحملة شغلتين، أول شغلة نعم نلم تبرعات، وشغلة تانية تنعطي للناس فرصة تعمل خير. في ناس كتير حابة تعمل، أوقات ما بتقدر توصل لنا، ونحن بوابنا مفتوحة لكل متبرع مش بس بزمن الصوم، بكل أيام السنة، وبذات الوقت تقدر تكفي الأشخاص يلي عم يدقوا بابها بالأقاليم. ونطلب من الأقاليم تكون هي صلة الوصل بين الأشخاص المقتدرين على جغرافية الإقليم أو المغتربين منهم وبين الأشخاص يلي بحاجة. حكما الأشياء يلي عم بلموها أبدا ما أنا كافية، لهيك الناس بتطلع صرختها أنه نحن لعند كاريتاس وما عطونا. نعم نحن نقول ما نعم نقدر نكفي، بين إيدينا عم بيزيد، نشكر الله مش عم ينقص، بس عدد المحتاجين عم بيزيد، لهيك مش عم نقدر نعمل التوازن. كمان نتكل على البرامج اللي بتجينا من الخارج، برامج تمويلية اجتماعية صحية وتربوية وغيرها، حتى تكون عم تكفينا. إلى جانب الجمعيات الأخرى يلي عم تشتغل، لأنه نحن مش وحدنا اللي عم نشتغل على الأرض، في عشرات ومئات الجمعيات اللي عم تشتغل على الأرض. منحاول قدر المستطاع كون عم ننسق مع بعضنا البعض تنشوف وين عم نقدر نوصل الأشياء يلي عم توصل لألنا. قبل ما نحكي عن كيف عم بتصير، يعني عم نحكي عن الحاجات وهيك، بدي أول شيء رحب بدكتور سنة عبر زوم. موسوار مساء الخير.
اهلا وسهلا فيك بونسوار دكتور سنا. يعني اليوم نحن يعني كونك مستشارة القسم الاجتماعي بالرابطة بهمنا تخبرينا اليوم، يعني كثير بيشتكوا مثل ما كان عم بيقول الأبونا انه جينا ما ساعدونا بيساعدوا غيرنا وكل هالتفاصيل، وهيدا على طول بنسمع. على اي اساس يتم اختيار العائلات او الافراد لنساعدهم؟ شو الآلية اللي بتتبعوها؟ هيدي نقطة حقيقة كتير مهمة تتوضح يعني عبر برنامجي، أنه نحن مثل ما تفضل أبونا وقال عنا كتير طلبات، بس فعليا الأخصائيات الاجتماعيات أو الأشخاص اللي بيكونوا هن ك يعني المستقبلين الأساسيين اللي هن عم يوصلوا لعندهم الأفراد اللي هن بحاجة، عم بيكونوا عم يستعملوا أدوات مخصصة لشيء بنسميه البحث الاجتماعي، حتى يكون فعليا الأشخاص اللي عم بتم اختيارهم أكيد هن فعليا هن بحاجة، يعني اجوا على المركز هن عندهم طلبات محددة، بس كون طلباتهم يعني ما ممكن تكون كلها مجابة ولا يمكن يكون في عنا إمكانية إنه نرد على كل الاحتياجات، أكيد في بيتم استخدام بحث اجتماعي معين بينطلب منهم يكونوا عم بيقدموا صورة عن الهوية أو إخراج الأيد، بالإضافة لبعض بيجيبوا على بعض أسئلة مثل مثلاً مستوى الدخل، هل في حدا عم يشتغل؟ بتعرفي هدول كلهم الأمور كتير مهمة، لأنه بالنتيجة في شفافية بالتعاطي مع الأفراد، ولازم يكون يعني الأشخاص اللي عم نقدر نوصلهم أو عم نقدر نساعدهم هن الأكثر حاجة. بقى مشان هيك بتطلع أوقات الصرخة أنه ليش هيدا الشخص أخذ ومش هيدا، بس فعليا عم بيكون في اختيار على أساس يعني بحث اجتماعي محدد من خلال نحن عنا برنامج ممكن داينامكس، وبيتم هونيك الاختيار. هلا هيدا بالإضافة إلى إنه الأخصائيات الاجتماعيات بيكونوا عم بيحطوا أكيد waiting list، يعني بيعملوا مثل لائحة انتظار، لأنه مش كل الطلبات عم تكون مجابة، بس فعليا نحن بننتظر إنه يكون في عنا استجابة لاحقة من خلال البرامج أو من خلال يعني بعض يمكن الإضافة ببعض الخدمات اللي ممكن تكون حاليا مش موجودة بس ممكن تتوفر بوقت لاحق. فنحن بنكون الأخصائيات الاجتماعيات بيكونوا عم بيحطوا أسماء الأفراد أو الأسر على لائحة الانتظار بانتظار إنه يكون في مستجدات أو برامج جديدة لنرجع نلحقهم بالبرامج، بيكون نعم. الكل عم يقدر، وهيدا عم بيكون بكل المناطق، يعني عم بيكون في توزع جغرافي بس بحسب كمان مثل ما قلت المساعدات الاجتماعيات بالمناطق هي شو بتعطيكم، انتم بتشوفوا الأولوية لمين، هيك بيصير الشغل؟ يعني فعليا هي بكل منطقة في عنا، نحن عنا 36 جغرافيا موزعين بكل لبنان من الشمال للجنوب وبالبقاع أكيد، بس فعليا بدك تشوفي كمان المنطقة الجغرافية ببعض السيكتور نحن بنسميه أو الإقليم، أكيد في عدد من القرى ملحق بهيدا المكتب. بقى هونيك بأوقات بيكون في عدد سكان أكثر، بتعرفي أنت بلبنان في التوزع الجغرافي كمان إذا عم نحكي بالمجتمع الحضري أو المجتمع الريفي، يعني بتختلف شوي الأوضاع. هيدا بيرجع كمان للمكاتب بالمناطق اللبنانية، يعني في مكتب لكاريتاس هونيك كمان في متطوعين، ويمكن بعد هلأ لابونا بيرجع بيذكرهم انه كمان بتم التنسيق بين الأخصائية الاجتماعية والمكتب بالمنطقة لحتى يكون فعليا هالأشخاص اللي عم يستفيدوا هن موزعين جغرافيا بكل القرى، ولا يتم يعني وليس حكرا على منطقة وحدة، لأنه نحن صحيح أنه مكتب أو في مركز، إنما ملحق بهذا المركز عدد كبير من القرى وعدد كبير من المدن. نعم. يعني بدي أسأل دولي موسوعر مرة تانية. دولي اليوم حضرتك منسقة الخدمات الاجتماعية، بصفتك منسقة الخدمات الاجتماعية بالرابطة عم تكوني على تماس وتواصل مع الناس، ما هيك؟ وعم تلمسي حاجاتهم اليوم، شو بتشوفي؟ يعني كيف بتقيمي الوضع بلبنان حالياً، وضع اللبنانيين؟ بداية بدي أقولك بونسوار مدام باسكال، بونسوار لجميع المشاهدين اللبنانيين يلي موجودين على الأراضي اللبنانية طبعا وبدول الاغتراب، وكمان هيك بونسوار وتحية للأشخاص يلي عم يتوجهوا بكل ثقة لرابطة كاريتاس لبنان لعنا، وطبعا تحية كبار للأب الرئيس بير ميشيل عبود، فعلا يعطيك العافية على الجهود والأعمال الدؤوبة يلي عم بتقوم فيها بالرابطة من هيدا الموقع المسيحي الحقيقي بروح مفعمة بالحب والتواضع والعطاء.
من دون أي كلل أو ملل، وهالشي عم نشهده كل يوم إلى جانبك. في شيء يعني من الجميل إذا بدي أقول شو هي رابطة كاريتاس لبنان بهيدا الموضوع، من الجميل أنه استهل الكلام بقول للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران، بقول جبران: ظننت أن الحياة فرح، خلدت إلى النوم وحلمت أن الحياة خدمة، استيقظت وخدمت فوجدت أن الحياة فرح. من هيدا القول، هيدا المفهوم الفلسفي بيعكس فعلا روحانية كاريتاس لبنان، لأنه هي رابطة ثقافتها العطاء ولغتها لغة المحبة، وهالشي بينعكس برسالتها بفرح الخدمة، بروح من المحبة والعطاء يلي عم تقدمون لكل المحتاجين يلي عم يقصوا وعم بدقوا بوابها. هلا بداية في مشهد لازم نضوع عليه يلي يمكن ونوضحه شوي، يمكن خصوصا للجهات المانحة والأشخاص الموجودين بدول الاغتراب، إنه اليوم الواقع اللبناني عم يشهد أزمة لازم نضوي عليها. أوكي، العجلة الاقتصادية بلشت تدور وراحت للمنحة الإيجابي طبعا، ونحن هالشي بفرحنا، يعني صرنا نشوف الشوبينج بالمونات بشبه طبيعي، صرنا نشوف المطاعم والملاهي الليلية مكتظة بالزبائن، هالشي بفرحنا لأنه بلشنا نحس إنه الاقتصاد اللبناني بلش ينتعش. ولكن هيدا المشهد ما لازم يلغي المشهد المقابل لإله، يعني إنه الفقير والموجوع والمريض والمهمش بعده موجود، لبل لازم نعرف إنه الفجوة صارت أعمق، لأنه التحديات اليومية لهالأشخاص صارت أصعب من قبل بكتير، طبعاً بسبب الانفلاسيون، يعني الكريز الاقتصادية. شو هي الحالات يعني اللي عم بتواجهنا؟ هي فيك تقول كل هالعالم الموجوعة، العالم المريضة، العالم اللي ما عندها المقدرة المادية إذا بدها تفوت على المستشفى، هل يجوز إنه هيدا هالإنسان يموت قدام باب المستشفى لأنه ما معه أو ما عنده القدرة المادية تيدفع تكاليف المستشفى؟ في تفاوت كبير بين مقدرته المادية هذا إذا كان عم يشتغل وبين تكاليف الاستشفاء المطلوبة. كمان بيقصدنا الناس يلي ما معهم يدفعوا أجارات بيوتهم، وهل يجوز أن المواطن اللبناني أن يفترش قارعة الطريق لأنه ما معه يدفع الأجار؟ كل الأجارات غليت وصارت بالدولار بسعر الصرف. عم نواجه كمان طلاب الجامعات وطلاب المدارس، الأهالي بليز، صرنا ثالث سنة ورابع سنة طب وهندسة، وقفوا معنا ساعدونا، ما بدنا نوقف، ما بدنا نغير جامعتنا إذا في مجال، بس نحن منرد لكم إياهن. لا طبعا، عم نشوف كمان ياما يعني أشخاص فعلا طلعوا من مدارسهم ورجعوا، ولو أنه ما في برامج مختصة يعني للدراسات، بيرجع في عنا عندي كل يوم الأهالي يلي عندهم هيدا عن جد فعلا حالات كتير عم بتلوي القلب، يلي مثلا أم عندها 5 أولاد أنديكابي، بي عنده 3 أولاد أنديكابي وكبار، رجعتهم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة على بيوتهم لأنه المراكز بتقول أنا ما عندي بقى المقدرة أنه استقبلهم بدون أي مقابل مادي. عنا اليوم يلي إذا بديك رتريتي، يعني الإنسان يلي ما بقى فيه يشتغل، فوس ولا المتقاعد أو حتى فوس ما قادر يفوت أي أكل على البيت، ما قادر يفوت أي مدخول على البيت، هذا كيف يعني؟ أنت اليوم كاريتاس فيك تقولي نحن دولة ما في، يعني كاريتاس هي عم تلعب دور الدولة، عم تغطي الفراغ. هلأ طبعاً كاريتاس عم تفتح بوابها، عم تستقبلهم برحابة صدر، كل من عم يقصدها، عم توقف حدهم، عم يبكوا قدامها، عم تدعمون، عم بتساعدون، ولكن ضمن برامج معينة ومعايير محددة، ضمن إمكانياتها يلي هي قادرة تقدمها. يعني عملياً شو عم بيصير؟ عم يجي لعندك الشخص يقصدك المواطن، شو عم بتشوفي وضعه؟ كيف عم تتعامل معه؟ عم نستقبله، هو بيعرف حتى المواطن يعني عم يقصدنا، عم نستقبله بكل محبة، عم نشوف إذا عنده ديجا فايل بكاريتاس، إذا متساعد مش متساعد، إذا ما عنده فايل بنفتح له فايل وبنشوف شو هي حاجاته، شو هي متطلباته. قديش عم تقدر تغطي من هيدا الحاجات؟ هلا عم نغطي إلى حد ما، يعني
فيك تقول تقريبا شبه مش عم نزعل حدا، ولكن عم بتكون مساعدة اجتماعية وقت ما يكون في برامج استشفاء، وقت ما يكون في مثلا قلي أليمنتير، وقت ما يكون في هالإمكانيات عم نغطي ضمن مساعدة اجتماعية، مثل أنه جاست لهالشخص لما يروح مكسوف الخاطر، لأنه فعلا هو عم يبكي عم بحس بذل، بس ثقته الوحيدة هي أنه خشبة الخلاص لقاله أنا بدي أقصد كاريتاس لأنه أنا ما بقى عندي حل تاني. يعني فينا نقول أنه دول اللي عم تحكي عنه أنه الأشخاص اللي عم يقصدونا وما في برامج تغطي عم نجرب نساعدهم بقدر الإمكان. ليكي باسكال، نحن عم نؤمن أكثر وأكثر أنه كل فقير عم تجي رزقته معه، لكن نحن هلا عم نرفع الصوت. حالات من هول اللي ذكرتهم تضربيهم بالعشرات بكل الأقاليم، هو عم بدقوا مركز معين من مراكزنا بكل الأقاليم اللي عم تحجز أحيانا. صحيح، نقول إنه هي عم تحكي بالمركزية. نعم. فلهيك نحن هلا ليش عم نرفع الصوت؟ عم نرفع الصوت للأشخاص عم يسألونا أين هم الفقراء؟ عم نقول الفقراء عم يجوا لعنا، أسماءهم عنا، وجوههم بعيوننا، أصواتهم بآذاننا موجودين، الحالات اللي عم بتعدهم، لهيك هودي الأشخاص عم نسندهم بس مش عم نعيشهم. يعني أوقات شو بيخ أول شغل بيسألك إياها الشخص اللي بتساعد شو هي؟ بس قولي له لك 5 ملايين ليرة، لك 8 ملايين ليرة. وبعدين؟ لا بيقول لك هذا كل شهر. كل شهر بس بهذا الإطار، وبعدين؟ هذا كل شهر بنقول له لا هلا بنقدر نعطيك تتسند حالك، بعدين كيف بنكفي ما بنعرف، لهيك هذا عم نرفع الصوت. لا ما بنعرف نحن عندنا مصدر مهم للتمويل اسمه العناية الإلهية، هذا بنآمن فيه، وإلا نحن مش موجودين. شو يلي خلى كاريتاس تضل 50 سنة عم تستمر مثل ما هي عم تستمر، ما بتعرف إلا بدق الباب بيقول أنا جيت حتى أتبرع، هذا الشيء يلي عم بيخلينا نستمر. بس يلي كان متوقع منا يمكن مبلغ معين عم ياخد أقل ما هو متوقع، وعم بيحاول يتأقلم بيلي بيقدر عليه. بدي ارجع لدكتور سنة، بدي هون اسالك، يعني اليوم ما في مشاريع كافيه كنت عم بتقولي لتغطي كل الحاجات، هلا مشاريع اجتماعيه شو وضعها اليوم؟ فعليا لا، مشاريع اجتماعيه لتكفي كل الاحتياجات ما في، بس هي مثل ما كانوا عم يحكوا الابونا واكيد دولي يمكن ذكرتها سريعا، انه في كمان خلينا نذكر انه بالاقاليم اوقات بيكون في المكاتب هي بحد ذاتها ممكن تكون عم تامن بعض الامور يلي بيمشوا حال الاشخاص يلي بيجوا لعندهم. بس هي فعليا اذا عم نحكي نحن ضمن الاحتياجات الكبيره يلي هي عم نحكي استشفاء، عم نحكي طبابه، عم نحكي دفع اجار بيوت اوقات مدارس، يعني في احتياجات كتير كبيرة، يعني ما بكفيها انك مثلا تساعدي مرة او مرتين. بس نحن فعليا ما عنا القدرة اكيد انه نكون ولا البرامج عم تقدر تغطي كل شيء، لانه حتى اذا اجاك برنامج او مشروع ما يسمى بالمشاريع بدها تكون اول شيء اللايف تايم تبعها، يعني وقتها محدد بالزمن، يعني اشهر محددة، يعني اكيد لانه اي ممول بده يعطيك انت بتكوني قيلتي له الاحتياجات اللي عندك، بس هو لما يعطيك بدك ترجعي انت تلتزمي ب يعني الكرايتيريا او المعايير لصرف الاموال. بقى بده يكون في فتره زمنيه محدده، بده يكون في اهتمامات محدده، اوقات بتجي برامج مثلا لمساعده او مسانده الناجين من العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، اوقات بتكون برامج بس مخصصة للاستشفاء، يعني في احتياجات كتير كبيرة والبرامج عم بتكون كمان متخصصة. بس ما فينا نقول انه تكفي، اكيد لا تكفي، لانه نرجع منذكر انه في عنا كتير يعني في نسبة كتير كبيرة من الأشخاص اللي عم يجوا لعنا تعرضوا ل يعني إفقار، فينا نقول لأنه يمكن خسروا وظائفهم أو الوظائف بطلت عم تدر مثل الأول، بطل نفس المدخول، الأسر يعني في عندها معاناة محددة مع الحياة اليومية، وهيدول يعني الأخصائيات الاجتماعية اللي هن بالمناطق بموزعين بكل المناطق اللبنانية هن عم بيكونوا على تماس مباشر، عم بيأمنوا المشورة بالدرجة الأولى لهالأشخاص لحتى أقل ما يمكن أنه يكونوا عم يستمعوا لهم، فيها الإصغاء، فيها الأمباثي، يعني عم بيكونوا عم بيشعروا عم بيخلوا تعاطف، ونحن أكيد عم نفهم عم نقدر، بس فعلياً ما عم نقدر نكون عم نساعد كل شيء. وكمان هون يمكن تجدر الإشارة أنه كتير نحن بننسق مع جمعيات أهلية منتشرة بكل المناطق اللبنانية، لأنه بكل منطقة في أكيد عدة جمعيات،
بقى اذا بتكون الخدمه مش متوفره عنا يعني على بالوقت المحدد يلي بتجي لعنا الاسره, فيها تكون كمان عم تتوفر من خلال الاحاله. واوقات كثير جمعيات اهليه كمان بتدقبنا بتقلنا نحن بدنا نحولكم حالات, والعكس صحيح. فهذا شيء كمان يعني لازم نكون عم نذكره, لانه فيها التنسيق كمان يعني كستركتور هون على الارض اللبنانيه بين جمعيات مختلفه. دكتور سنة, ما في بتتعرضوا دايما مثلا اشخاص بيكون في دابليكيشن يعني بيتاخذوا مساعده من كاريتاس ومن غير جمعيات كمان نفس المساعده, وهذا الشيء يمكن بخلي انه اشخاص ما تحصل لا من هون ولا من هون ولا تندعم؟ يعني هيدي نقطة كتير مهمة, وأكيد هيدي نقطة بالإتيك. هيدي فينا نقول أنه كمان نحن لأنه ذكرت بالأول عنا برنامج ممكنن, يعني كان النظام الملف الاجتماعي أو نظام الملف الطبي, كل شخص بيجي لعنا في له بياخد سيريال نمبر, بياخد يعني في أرقام متسلسلة, بيكون في له ملف اجتماعي كونفيدنشل, يعني مش مين ما كان في يطلع عليه, فقط الأخصائية الاجتماعية. وهذا نقطة كتير مهمة, لأنه الأشخاص اللي عم يجوا عم يعطوك صورة عن يمكن إخراج الأيد, عم يعطوك قصص بتتعلق فيهم. فهون كتير منحب نذكر أنه هذه أمور كتير سرية بالنسبة لنا وأكيد بالنسبة للجمعيات الثانية. هلأ بصير بعض التنسيق, بس أنه طب يعني لنكون منطقيين, أكيد ممكن يكون في ما يسمى بالدابليكيشن, يعني ممكن يكون في أشخاص عم يجوا على مركز كاريتاس وبيروحوا على مركز ثاني أنه بيعرفوا مثلا انه في هاي الخدمه عم تتوفر هون. بس نتيجه بنرجع بنقول انه نتيجه يمكن الاحتياجات الكثير كبيره, اذا قدر حصل على مساعده ماديه من مركز اخر ومن عنا من مركز كاريتاس مثلا على مساعده غذائيه او عينيه, بتكون يعني الامور عم تمشي بهذا الاطار. وفي نحن كثير بننسق يعني مع الجمعيات بمجالات محدده انه ما يكون في هالاوفرلابينج, ما يكون في انه اشخاص فقط هي اللي عم تستفيد. مشان هيك نحن بالبرامج بيكون في اشياء محدده, قلت لك في معايير, يعني بننتبه انه مثلا ما يكون الشخص هو بذاته عم ياخذ كل المساعدات شخص واحد, عم نحكي شخص او فرد او اسره والعائلة. لانه مشان الاسم الكامل كل افراد الاسره لحتى ننتبه شوي, يعني قدر المستطاع بالموجود نكون عم تتوسع بطريقه اكيده عادله. بدي كلمه نعم. اخيره منك دكتور سنة, لانه الوقت دهمنا, شو بدك تقولي للي عم يسمعوا كلمة؟ لأنه أنا بدي أقول أنه أكيد يعني المكاتب لكاريتاس بالمناطق اللبنانية كلها يعني عم تعمل جهد تشكر عليه جدا, لأنه كمان الأشخاص برجع بذكر أنه بالعمل الاجتماعي نحن لا نعول فقط على المساعدات العينية أو المادية. أوقات كتير بيكون في فقط بيقول لك ونحن بنسمع يعني سوشيال وركر أو الأخصائية الاجتماعية أوقات بتقول لي أنه قلت لي السيدة شكرا فقط لأنك استمعتي لإلي. بقى نحن في كتير أمور يمكن عم نقدمها بس عم تتقدم بإطار عملي بالإضافة للمحبة. وهون يمكن بدي أرجع أذكر أنه هلأ بمناسبة حملة الصوم, يعني حلو كمان الواحد يكون عم بيتذكر أنه العطاء كمان حلو, يعني بنفرح لما ناخد بس بنفرح أكتر لما نعطي. بقى بتمنى أنه يكون في يمكن نحن منعول كتير على البرامج والمساعدات الخارجية ومنضل دايما بحركة دايما أنه نجرب نبعث برامج حسب الاحتياجات ليكون في تمويل. بس كمان نحن هون داخليا ممكن نضل هيك يكون في تعاضد إلى حد ما كأشخاص بلبنان لحتى نكون عم نتساعد لتقطع هالأزمة, يعني بتكون بأقل الأضرار الممكنة, لأنه الناس عن جد عندها مشاكل, مش بس مشاكل اجتماعية بس كمان على مستوى الصحة النفسية وكيفية الكوبينج, يعني كيف يقدروا يتأقلموا مع الأوضاع الموجودة اللي هي كتير صعبة. شكرا كتير لك دكتور سامع نمر, مستشارة القسم الاجتماعي برابطة كاريتاس لبنان. بدي انهي هذا الجزء اقطع بسرعه. ضلي اليوم لما نحكي قسم اجتماعي كمان عم نكون عم نحكي كمان مثل ما قلتي عن صحه واستشفاء وادويه وهيك, يعني هيدا بيشمل كل شيء, يعني ما نكون بس عم نحكي عن ما بعرف بركي حصص غذائيه او حصص غذائيه. اليوم في زهره مش طبيعيه, هي زهره المرض الكانسير يلي متفشى بالبلد, هيدي ما في شيء علامه استفهام كبيره.
الأدوية كتير 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 أسعارها باهظة، وزارة الشؤون مش عم تتحملها أبدا. عندك اللي عم بعندهم غسيل كلى كمان، هلأ رجعت شوية الدولة تتبنى. يعني اليوم وقت أنت يكون صندوق الوطني الضمان الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية زيها على جنب، ما عم تتبنى، مين عم بيكون، مين عم بيعبي هالفراغ ويسدوه؟ هو رابطة كاريتاس لبنان. ولكن يلي أنا بدي أقوله، بدي أطلب من كل الأشخاص يلي عم يتجهوا على كاريتاس، يلي ساعدناهم مرة أو أكثر وما بقى فينا نساعدهم، ما يزعلوا منا. ويلي حتى إجوا بدهم كمان مساعدة، إذا قلنا لهم يمكن ما في برامج هلأ، عن جد بكون ما في برامج، كمان ما يزعلوا منا. وكمان بدي وجه نداء للأشخاص المقتدرين بلبنان، وللجهات المنحة والأكف البيضاء، وحتى للدياسبورا، هذا أكثر شيء يعني مهم يطلع فلا بالمشتشين بالدول الاغتراب، إنه ادعموا لبنان تنحنا ندعمون، فكروا بكاريتاس ودعموها تكمان كاريتاس تقدر تضل توقف حدون. ويمكن بحب أخدم القول بقول للمازر تيريزا، قديسة تيريزا بتقول بنهاية حياتنا مش رح نتحاسب على عدد الشهادات الدبلوم يلي حصلنا عليها، ولا رح نتحاسب على الكم من المال يلي جمعناه، ولا رح نتحاسب على الإنجازات العظيمة يلي حققناها. رح نتحاسب على شغلة واحدة، كنت جائعا فأطعمتموني، وكنت مشردا فأويتموني، وكنت عريانا فكسوتموني. وينعاد على الجميع، إن شاء الله بتكون أكيد شعنين مبارك للكل. وإن شاء الله لك كمان مرسي لك. شكرا لك منسقة الخدمات الاجتماعية بالرابطة دولي طرباي. بدي ارجع معك بس بعد البريك، خليكم معنا وانتقل كمان للقسم الصحي والويلات بالقسم الصحي والمشاكل. خليكم معنا، بريك ونتابع. بلش مشواري مع الكاريتاس، انا معي سكري، ساعدوني بالادويه، مواد غذائيه، مساعدات ماديه، ومع الوقت صار عندي بريست كانسر. وقفوا معي أكتر، حضنوني الكاريتاس وعطوني القوة لما عرفوا بالمرض قبل العملية. وقفوا حدي، ووقت عملت العملية كفوا مشوارهم معي ضمن العلاج كله. أنا بشتغل أرتيزانة كروشيه، بالرغم من المرض كفيت شغل وما استسلمت، أكيد بإيمان. وجود الكاريتاس جنبي بكل المراحل العلاج قواني وخليني اتحدى الظروف الصعبه اللي مرقت فيها. معي سند حاكمه، منسقه البرامج الصحيه بكاريتاس لبنان. اهلا وسهلا فيك. هلا معك باسكال. كنا عم نسمع بعد البريك يعني مثل شهاده حياه لاحدى المستفيدين من كاريتاس لبنان. هلا يمكن ساندي بتشرح لنا أكثر، أول شيء القسم الصحي شو دوره بكاريتاس لبنان وشو بيتضمن؟ الله معك باسكال. القسم الصحي برابطة كاريتاس لبنان هو تقريباً مؤلف من 10 مراكز رعاية صحية و8 عيادات نقالة موجودين على مختلف الأراضي اللبنانية. نحن منقدم خدماتنا العديدة، منها خدمات طبية، استشارات طبية، فحوصات مخبرية، توزيع أدوية مجانية، الاهتمام بالصحة الإنجابية، الاهتمام بالصحة النفسية، كمان عنا خدمات معالجة النطق، معالجة الحس الحركي، المعالجة الفيزيائية وغيرها وغيرها من الخدمات. نحن عنا تقريبا منكون سنة 2023 قدمنا خدمات ل 808462 خدمة صحية تقدمت ل 89000 مستفيد. شهريا بفوت على مستوصفاتنا بحدود 22000 شخص، ومنقدم شهريا حوالي 85000 خدمة صحية. عبر العيادات النقالة نحن منكون عم نزور الضيع، تقريبا من طال حوالي 500 ضيعة. بيكون العيادة النقالة بتتألف من ممرضة، طبيب، مساعدة ممرضة، ومنكون عم نقدم الخدمات لكل من هو بحاجة. اليوم يعني يعطيكم ألف عافية. اليوم كيف حسيت، يعني عم بتحسي أنه الحاجة عم بتزيد صحيا؟ كيف عم تلمسوا على الأرض؟ يعني هل أنه عم بتزيد الأمراض، عم بيزيد الهدى، ولا عم بتخف؟ عم تقدروا تغطوا كل اللي عم يقصدوكم؟ باسكال الحاجة كتير كبيرة، ونحن عم نلاحظ فيها مش بس من سنة لسنة، من شهر لشهر عدد الأرقام أو الأشخاص اللي عم يفوتوا على مستوصفاتنا ومراكز الرعاية الصحية. لأنه نحن تقريبا بنهار أقل شيء 300 مريض بيفوتوا
بتفوت على مستوصفاتنا بنوزع بحدود 1000 علبة دواء، والحاجة عم بتكون عم بتزيد كتير. نحن إذا بدنا نقارن سنة الماضية خاصة كمان نحن هلأ عم ننزل حملات على الأرض، واللي عم يتبين معنا على الأرض غير اللي عم يتبين معنا سنة الماضية. سنة الماضية وقتها كنا ننزل نعمل نجرب يكون عم نعمل كشف مبكر على أمراض معينة، كان يطلع عنا برسنتج معين أنه من الأشخاص معقول يكونوا مصابين إن كان بالسكري أو عندهم أمراض معينة تانية. هلأ وقت عم ننزل على الأرض وعم نعمل الحملات عم نتفاجأ بالبرسنتاج اللي عم بيطلع كتير كبير من الأمراض اللي عم نشوفها قدامنا، وهذا اللي بيطرح تساؤل كتير كبير، هل يا ترى العالم ما بقى عم بتروح وما عم بتتابع حالة طبياً وهيدي هي الأرجحية؟ وخاصة أنه كمان منلاحظ أنه الفحوصات الأساسية إن كان عند النساء أو عند الأطفال ما عم تنعمل بوقت مبكر، خاصة أنه عم نحس أنه الشخص إذا ما عم بيتوجع ما عم بيتألم ما عم بيروح يعمل هول الفحوصات. ولكن بنفس الوقت عم نشوف ضغط تاني وحاجة أكبر هي للدواء، لأنه اليوم بنعرف قد كلفة الدواء صارت عالية، الكلفة الاستشفائية وحتى كلفة الطبيب. مشان هيك بعدهم عم بيجوا على مستوصفات كاريتاس لأنه بمحل عم بيقدروا يلاقوا الدواء، لأنه الاستشارات الطبية بعدها عم تتقدم للكل بالتساوي، وعم نجرب نكون عم نقدم هالخدمات. ولكن أكيد صارت الطلبات عم بتفوق قدرتنا الاستيعابية، لأنه بمحل صرنا عم نقدر عم نعطي مواعيد شوي متأخرة تنكون عم نقدر نلبي الكل، خاصة بالاستشارات الطبية والخدمات اللي عم بتكون ضمن إطار البرامج. كل هالبرامج كيف عم تقدروا تمولوها؟ عم بيضل يكون في ناس واهبين عم بتساعد؟ عم تقدروا ولا عم بيكون في تمويل ذاتي؟ كيف عم بتصير؟ نحن بمحل معين أكيد عنا جهات مانحة، مشكورين سلفا على كل الدعم اللي عم بيعطونا إياه تنقدر نكون مستمرين وعم نوقف على إجرينا. ولكن لكن عقد ما عم بيجينا القسم الصحي بحاجة لأكتر بكتير، لأنه الطلبات عم تتزايد وصرنا عم نلعب دور أكبر من طاقتنا، وعم نجرب قدر المستطاع أن نكون عم ندعم بكل اللي عنا إياه. وقت يجي برنامج دغري منزل فيه هيدي من حملات ترقق العظم اللي عملناها مؤخرا، وهوني كمان بدي نوه أنه من أصل 200 مرة شاركوا تقريبا أكتر من 90 مرة طلع عندهم ترقق بالعظم. وخاصة برجع بقول أنه إذا الواحد ما عم بيتوجع أو إذا ما أتيحت الفرصة لإله إنه يكون الخدمة مجانية ما عم بيكون عم بيروح عند الحكيم أو الطبيب. فأنا كنت عم بقول إنه كرمال الجهات المانحة إيه في عنا جهات مانحة، بس الحاجة صارت أكتر بكتير لدرجة إنه كل اللي عم بيجينا ما بقى عم بيكفينا. ومن هون نحن أكيد عطول منشدد على الأياد البيضاء إنه يكونوا عم بيدعموا معنا برسالة كاريتاس. وأوقات أنا بقول يمكن الأياد البيضاء هي المتمولين أو الجهات المانحة، بس أوقات في كمان أشخاص بيدقوا باب كاريتاس بالقسم الصحي وكمان بيدوروا بيكونوا عم بيفكروا بغيرهم، وهذا اللي عم نشوفه اليوم. هذا اللي جاي يكون عم بياخد دواء بس بمحل معين، يمكن عنده دواء بطل يستعمله عم بيحطه بين إيدينا لحتى كمان نكون نحن عم نساعد أشخاص تانيين. فأكيد نحن بدنا دعم لنكون عم نكفي لأنه الحاجة كتير كبيرة والطلبات على أنواعها. يعني نحن منقول أنه نحن عم نقدم خدمات بهذا المجال، فجأة منلاقي أنه بمحل معين صرنا عم نشتغل كمان بمجال آخر، لأنه بمحل كان يمكن الضمان أو التعاونية أو هيك كانوا يغطوا، بمحل صاروا بطلوا يغطوا اليوم، ومن هون عم يندق باب كاريتاس. بدنا نشوف هلأ الكود اللي فيهم يتواصلوا معكم الناس أو فيهم يقدروا يوصلوا ليتبرعوا، اللي هو هلأ عم نشوفه على الشاشة. بيقدروا يكونوا عم بيتصلوا، بيقدروا عم ياخدوا الكود هلأ، وبيقدروا يكونوا عم بيفوتوا من وراء الكود على الموقع caritas.org.lb. هونيكي كمان في دونيت، بيقدروا يكونوا عم يتواصلوا معنا، بيقدروا يكونوا عم ياخدوا أرقامنا. في أشخاص بيتلفنونا وبياخدوا رقم حسابات البنوك عندنا المصارف تيحولوا. بنقول لهم للمغتربين ما تخافوا، الأشياء اللي عم تبعتوها هلأ مش عم تعلق أبدا بالمصارف، كان عندهم خوف من الأشياء القديمة، بالمرحلة هلأ ما في خوف، لأنه نحن أول ما بيوصل المبلغ دغري بنكون عم نصرفه، لأنه ممنوع تكديس الأموال ولا المواد ولا غيرها، هي كلها لازم تكون عم تنصرف. إذا عندهم أي مجال بحبوا يكونوا عم يشاركوا فيه، إذا كانوا موجودين مثلا بأمريكا في عنا كاريتاس لبنان USA ريدكشن تاكس، بيقدروا ياخذوا على كل الأشياء اللي بيقدروا يتبرعوا فيها، ساعتها بيكونوا عم يتواصلوا نعم على
الضريبة تبعهم، وهذا الشيء كمان عم بيخلي الكتار يكونوا عم بيتواصلوا، وأيضا في ناس عم بيجوا ياخدوا منا الوصل الرسمي كمان بتفيدهم بالدول يلي هني موجودين فيها بهيدي طرق التواصل يلي بدها تكون عم بتكون. كمان في أشخاص عم بيحبوا يتبرعوا مباشرة بأدوية يبعتوا، هون يلي بدنا نشدد عليه إنه بده يكون في معايير يتبعوا فيها، يعني صار عنا كذا مشكلة وهون بدهم يعذرونا الأشخاص ما كانت بتتعلق فينا، بيبعتوا أدوية بلاحق من دون ما يعطونا خبر قبل بدقونا أن وصلوا على المطار، في أدوية ممنوع تفوت على لبنان، في أدوية بيكون عندها expiry date معين ممنوع تكون عم توصل لإله، هون بيلاقوا في تأخير تنطلع الدواء. هون نشكر كل الجهات الرسمية يلي عم تتعاون مع كاريتاس وعم تسألنا الأمور وعم تعرف أنه كل يلي عم بيفوت لعنا في أشخاص بحاجة لإله، وإنما نحن منتبع المعايير القانونية والدولية والوطنية اللي عنا إياها، ما منتخطى أبدا القانون. لهيك بالأشخاص اللي بدهم يتواصلوا معنا بنعطيهم معايير معينة يتواصلوا معنا بلوائح أدوية محددة، حتى بس توصل الأدوية على لبنان دغري تكون عم توصل وعم تخدم الفقير يلي هو بحاجة لإلها. هيدي كمان بدنا ناخدها جدا بعين الاعتبار. في أشخاص عم يشتروا الأدوية ويبعثوا لنا إياها، بنقول لهم الأفضل إذا أنت عم تشتري أدوية لا الأفضل تتواصل معنا بالمال يلي نحن عم ناخده، بتكون في مصادر أدوية عم بنجيب فيها أكثر كمية من يلي أنت عم تتكلف عليها، وهيك عم بيصير مع الكتار بس عم بيشوفوا هذا الاختبار كذلك الأمر عم يبعثوا لنا. واللي بدي أقوله نحن بانفجار بيروت تنفترض بنعطي مثلا عن الأزمات المرأة فيها لبنان هي متعددة، مات عنا 200 شخص 200 وشوي وتهجرت ناس وتهدمت بيوت، بس من بعد أزمة بيروت حتى الساعة مع الضائقة الاقتصادية نعود مئات الأشخاص يلي توفوا لأنه ما استكملوا أخذ دوائهم، لأنه ما فيتوا على المستشفيات، الأدوية اللي عم تعجز بعض الناس أنها توصلها يمكن ما بتكون متوفرة عنا. هيدي شغلة كتير كبيرة بدنا ننتبه لها، لأنه هون ساعة البدو يحب يكون عم يعطي ما ينطر طيعطي كمية كبيرة يبعتنا أطنان الأدوية، لا يتبرع بالقليل وانت بالقليل وهي بالقليل وانا بالقليل نعمل كتير. ساعتها نحن على طول يلي عم نقوله ما بدنا مليون دولار من شخص، بدنا دولار من مليون شخص تيقدروا يكونوا دولار من مليون شخص اذا اخذوا على عاتقهم يقول انا كل واحد عم يقدر ياخذ حبة دواء. بدي يقول في ناس مش عم تقدر تاخذ الدواء تبعها، انا بدي اتوكل بعلبة دواء. اذا توكل كل واحد هلا عم يسمعنا توكل بعلبة دواء بسعر علبة دواء، نحن بنقدر نكون عم نطلع من قسم كتير كبير من أزمتنا. بدي أسألك سؤالين بعد قبل ما نختم سندي، مع أنه في كتير أسئلة نقدر نسألها وفي كتير ناس عندها تساؤلات بس لضيق الوقت. أول سؤال الإلي اليوم، إذا بدون يكونوا عم يستفيدوا من خدمات كاريتاس الصحية شو لازم يعملوا؟ أكيد أي شخص بيحب يكون عم بيستفيد من القسم الصحي في يكون عم بيستفيد، بمجرد نحن في عنا مثل ما قلنا 10 مراكز رعاية صحية، على السوشيال ميديا في أرقام المراكز بالتحديد، فيهم يكونوا عم بيدقوا على أقرب مركز قريب منهم وياخدوا موعد، لأنه نحن برجع بقول أوقات بيقولوا جايين ناخد الدواء ونفل، نحن مراكز رعاية صحية يعني في عنا بروسيدور، بهمنا صحة المريض، بهمنا أنه نأكد أنه هالدواء اللي عم بياخده انه بيناسبه، فضروري يكون عم بيشوف الحكيم، اهم بدق على اقرب مركز بياخذ موعد بيشوف الحكيم، بنفتح له اول شيء بطاقه بيشوف الحكيم وبيصير يستفيد كل شهر من الادويه الموجوده بالمركز. كمان انا بدي اقول انه السعر رمزي هلا حاليا اجمالا عم بيكون كله مجاني، بس ان شاء الله ابتداء من شهر الجاي رح يكون في كلفه صغيره بس تنقدر نضلنا واقفين على اجرينا، وبناء على مقرر صدر عن وزارة الصحة لكل مراكز الرعاية الصحية اللي نحن ملتزمين بالمبلغ الصغير اللي رح نكون عم ناخده، واللي هو إذا بدنا نقارنه مع شو عم بيتاخد برا هو بعده السعر كتير مقبول. وبنفس الوقت كمان نحن عنا خدمات على البرامج، منهم الحس الحركي النطق وهيك، نحن منقدم باكج للأطفال خاصة اللي محاولين من المدارس تقريبا 30 جلسة مجانا منقدمها، وتقريبا بمعدل $1000 لكل طفل
كلفة علاجه كلها. بنفس الوقت عنا باكج للصحة النفسية، نحن بنقدم لحدود بين 10 ل 12 جلسة مع حيالة بسيكولوج، واللي موجودين كمان بالعشر مستوصفات الموجودين على مختلف الأراضي اللبنانية. من هون نحن بدنا نشجع الكل، كل حدا بحاجة لخدمة صحية نحن موجودين. حتى الحملات الصحية عم تكون عم تنزل على كل وسائل التواصل الاجتماعي تبع كاريتاس، تنكون عم نبلغ أكبر عدد يكون عم بيشاركنا ويجرب يكون عم يعملوا فولو أب لصحتهم. كاريتاس ما تركت حدا وعم بتجرب تكون موجودة بالمناطق، مثل ما دايما بيقول أبونا ميشيل اللي ما بيقدر يجي لعنا نحن عم نروح لعنده. سواء عم بتكونوا موجودين تقريبا بكل المناطق، حتى وصلتوا للجنوب، يعني عم توصلوا للجنوب، وحتى يعني عم بتكونوا عم بتجربوا تكونوا حدون اللي بتشوفوا اذا بحاجه لاي رعايه صحيه. فيك تحكي لنا سريعا عن الموضوع؟ نعم، نحن من الاساس نحن بنقدم خدماتنا بمنطقه الجنوب عبر اثنين مراكز رعايه صحيه، ان كان بسور بصيدا، وعندنا اثنين عيادات نقاله، وحده من مرج عيون والثاني بمنطقه صيدا وجزين والضواحي. هلا من 7 تشرين، من وقت ما صارت الاحداث بالجنوب، نحن حاضرين كقسم طبي، ان كان من خلال التدخل المباشر من خلال حملات صحية عملناها بكذا منطقة وبالتنسيق مع دائرة الأزمات بمنطقة سور، وبنفس الوقت بالتنسيق مع وزارة الصحة. نحن لحديت هلأ بظرف الأشهر القليلة اللي قطعت وتبلشت الأحداث، نحن صرنا مساعدين حوالي 59,000 خدمة صحية. وأنا بدي هيك نوه على شغلي أنه العيادة النقالة، أنا بحب أسمع اختبارات الممرضات اللي عم بيبرموا واللي عم بيشوفوا واللي عم بيتعرفوا ردوا كل يوم لتحدي معين، خاصة لأنه هني ولاد المنطقة كمان. كان في اختبار حلو، كان دايما تقلي أنه إلا انتبهي، خاصة الجنات بوجه لها تحية، إلا انتبهي إذا في قصف على الحدود أنه جربي ما تعرضي لا أنت ولا التيم حياتك للخطر. كانت تقلي لا مبلا بدنا ننزل، لأنه بمجرد ما يسمعوا زمور كاريتاس بالعيادة النقالة نعطي أمان للي بعدهم موجودين واللي بعدهم صامدين بالمنطقة. سو هيدا رسالة كاريتاس، إنه نحن مش بس نكون عم نقدم خدمات، نحن كتير مهم إن نقول نحن موجودين حد منكم، على قد ما عنا طاقات، على قد ما عنا قدرة إنه نقدم خدمات، ما رح نكون عم نتعب. رح نجرب هلأ كمان قريباً رح يصير في حملات أكتر بمنطقة الجنوب، ودجا عم بيصير. مشكورين كمان الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا ليأمنوا نوع من الحماية للأعضاء اللي عم بيكونوا موجودين تحت، وتحية كمان للطاقم الطبي بكاريتاس، وخاصة هلأ بالجنوب مع كل التحديات اللي عم بيواجهوها. أكيد بنوجه لهم تحية وألف تحية، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ساندي حاكمة. بدي أرجع أسألك سؤال قبل ما أطلع بريك، سؤال سريع. يعني اليوم عم نروح لعندهم على جنوب، بس في كتير تركوا الجنوب النازحين الداخليين وأجوا لهون، وكمان ما عم تتركون. من أول نهار كاريتاس بس حطت الخط الساخن تلقيت مئات الاتصالات وبما لديها من برامج حولتهم للنازحين السوريين، ومن ثم استقطبنا عدد من البرامج. وإنما ما كنا ظنين ومتوقعين أنه الأزمة رح تطول أشهر مثل هلأ، لهيك عم نرفع صوت عالي لجهات المانحة، ويلي للغريب في ذلك ما فيها التجاوب الكبير، مش معنا فقط، أيضا بسوريا وبغزة وين ما كان. هذا الشيء يلي قدر المستطاع عم نرجع لللبنانيين بالاغتراب حتى نكون حد الأشخاص يلي نزحوا بعض النازحين وقاعدين عند قرايبينهم، وأيضا للأشخاص الصامدين بالجنوب ووقفت أشغالهم هني بحاجة لأننا بعدنا كافيين بما أوتي إلينا. بدي أختم هذا القسم وبدنا نطلع بريك ونرجع نحكي عن رسالة كاريتاس التربوية. خليكن معنا، بريكن وتابع. عودة لكم مشاهدينا بالجزء الأخير من حلقة اليوم من حقك بإيدك، ورحبوا معي بضيفتي اللي انضمت لنا للاستوديو، مسؤولة قسم التربية برابطة كاريتاس لبنان، نانسي نجار. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك باسكال، ثانك يو. أهلا وسهلا فيك نانسي. كنت سألت قبل بريك شو رسالة كاريتاس التربوية بقسم التربية؟ تنقول قسم تربية. ثانك يو على السؤال. كاريتاس لبنان مثل بكل الأقسام أكيد تفضلوا زميلاتي قبل وحكيوا، نحن عنا خدمات بتفوق 100,000 خدمة سنوياً بقسم التربية. أكيد بنهتم، عنا برامج بمحو الأمية، عنا برامج بتطال الأشخاص لتجرب تتفادى تسرب المدرسة اللي هي فيها برامج دعم وتقوية باللغات والحساب. وأكيد كمان عنا مراكزنا الأساسية اللي هي مراكز بتهتم بالطلاب اللي عندهم صعوبات تعلمية أو اضطرابات تعلمية أو احتياجات خاصة.
نعم، هيدا المراكز موزعة بوين موجودة؟ نحن موجودين عنا أربع مراكز على الأراضي اللبنانية، واحد منهم بزحلة، الثاني ببحر صاف بالمتن، الثالث بفغال قضاء جبال، والرابع بلبعة قضاء جزين. طيب هيدا المراكز قديش عم بتكون عدد التلاميذ فيها؟ هذه المراكز عدد تلاميذها بيتراوح سنوياً بين 300 و400 طالب وطالبة. مثل ما قلت هن أكتر بيكونوا طلاب عندهم أو اضطرابات تعلمية أو احتياجات خاصة، وللأسف اليوم بلبنان ما عندهم كتير فرص أنه يكونوا عم يلتحقوا بالتعلم والتربية، لأنه اليوم المناهج منا كتير مؤهلة، وحتى المدارس ما عندها الأقسام الخاصة والطرق الخاصة لحتى تقدر توصل ل طريقة تعلم هالأطفال، أو أنه أقساط المدارس اللي هي مؤهلة عم بتكون أقساطها خيالية أوقات بالنسبة للأهل، خصوصا نعرف أنه اللي بحاجة ل يعني تعليم خصوصي اللي عنده احتياجات خاصة هذا بده يكون بده أشخاص متخصصين أكتر، فهذا بيتطلب مظبوط اهتمام زيادة مية بالمية. في تكاليف إضافية، في تكاليف كتير عالية، حتى على مراكزنا عنا تكاليف تشغيلية كتير عالية، بس أكيد الشكر لربنا بالأول، والشكر للجهات المانحة وكل أيدي البيضاء اللي هي عم بتكون عم تهتم بالتعليم بلبنان وتساعدنا أنه نقدر نوصل لكل هالطلاب اللي ما عندهم غير فرصة، أنه إذا ما أجوا لعنا أيامات كتير بالمناطق ما عم بيكون في عندهم محل تاني يجوا. أنا بحب أذكر هلأ يعني مبارح كان عندي أم عم تحكيني عن ابنها وعم بتقلي إنه بالمدرسة ما عش قدرين يكفوا معه، وصل لصف معين وما عش قدرين يكفوا معه لأنه ما عندهم الطرق والاختصاصات اللازمة لحتى يكفوا مع الطالب، وعم تسألني وين بدنا نروح. للأسف في منطقتها ما في محل يروحوا عليه، يعني اليوم نحن أوكي عنا هودي المناطق، بس بالمنطقة اللي هي فيها منوقف علم، هل يا ترى الحل هو أنه نوقف علم؟ وهيدا هون نداء لكل شركاء التربية على بالوطن بلبنان، أنه لازم يكون في عنا كلنا هالجهود لحتى نطور منهجنا أكتر، نطور إداراتنا أكتر، وأكيد نحط إيدنا بإيد وزارة التربية لحتى نقدر نعمل برامج طال الكل. حلو. طيب هيدا المراكز عم تقدر تكون عم بتغطي كل الفترة التشغيلية؟ كنت عم تقولي لي انه متكلين على الله، بس ما عم تكون هم يعني مش الحال انه الله عم يسر ومش الحال؟ ابونا بيعرف اكثر الهم، بس نحن همنا بياكلنا كل سنة للحقيقة، يعني هاي هي الحقيقة، نحن كل سنة بسنة عم نمشي، الحمد لله هيدي السنة قدرنا نأمن مراكزنا كلها كافة وندعم حتى، يعني غير انه نعلم نأمن كلفتنا التشغيلية، نأمن دعم اجتماعي وحتى ترانسبور للأهل تيجوا، لأنه في كتير أهل من بعد الأزمة حتى بطلوا ما عاش في عنا عم تدفعلهم حتى يجوا يتعلموا، هيدي هي الحقيقة. بس البرنامج اللي بين إيدينا بغطينا هيدي السنة، سنة الجاي شو بده يصير؟ نحن قدام الله وقدام كل المجتمع اليوم اللبناني والاغتراب بدنا نقول له انه نحن اليوم عم نقدر نأدي هاي الخدمة لأنه كان عنا مساعدات موجودة. إن شاء الله بالسنة الجاية كمان يكون في أيدي بيضاء وأشخاص قادرين يدعموا شركاء بالتربية، بيأمنوا بالتربية، بيأمنوا بأهمية أنه كل طالب وطالبة لهم حق أنه يتعلم، وكل طفل على الأراضي اللبنانية له حق أنه يتعلم، وحقه بإيدنا اليوم بإيد مجتمعاتنا. نقدر نكون عم نأمن كمان كلفتنا لسنة الجاية لحتى نطمن بالنا ونطمن الأهل ونطمن الأطفال المسجلين عنا. اليوم أبونا يعني بنعرف أنه هل المعلمات اللي موجودة بالمراكز أكيد أنه بدأ كمان معاش يكون عم بيقدر يقيم فيها، يعني هل عم تقدروا كلهم تعطون المعاش اللي هن وعم بيكون في عدد كافي من المعلمات تغطي عدد التلاميذ الموجودة؟ أول شغلة نحن بنعتبر معلماتنا ولو كيما عم يتقاضوا أجر معين هن شبه متطوعات، لأنه الشيء اللي عم يخدوه أقلب كتير من الخدمات الكبيرة اللي عم بيقدموها، لأنه بيعرفوا كل الأشخاص اللي بتعاملوا مع الحالات الخاصة شو يعني بداية من الأهل. لهيك نحن بدنا نشجع الأهل يكونوا عم بيساعدونا، بس يكونوا الأهل عم بيساعدونا نحن بنقدر نكون عم نكفي. كيف الأهل بيساعدونا؟ بيقدروا هني كمان بدورهم يكونوا عم يساعدونا يدقوا بواب تنقدر نكون عم نستمر بهذا الشيء. تاني بيقدروا هني يساعدونا يوم اللي بيعتبروا ابنهم يحق له بالتعليم، مش لأنه عنده صعوبة تعلمية ما بقى بيحق له يكون عم ينصرف عليه من مصروف يلي بحطه على أخواته بقلب المدارس. بدي أقول لكتار من الأهل يلي عم بيروحوا على محلات ما عندهم مشكلة يدفعوا على أولادهم، أو قطع عم يشوفوا محل ما عم يدفعوا يتخطى أربع أضعاف من يلي نحن مناخده، لا يجوا يشوفوا أنه القدرة
التربوية التخصصية اللي موجودة على مستوى كتير كبير، يعني ما عم يعطوا مراكزنا أقل من يلي عم تعطيه غير مراكز تخصصية إذا هي عم تعتمد فقط حتى تكون مركز رابح. نحن أبدا مش عم نعتمد هذا الشيء. بدي توجه لجهات المنحة، ونحن على طول نحكي عن التبني، نحكي عن أفراد. يعني كتار من الأشخاص بيحبوا يقولوا أنا بدي أتبنى تلميذ قيمته بالسنة هالقد 2000 وشوي بيكلف. نحن مش بيقول أنا بدي أدفع عنه، بدي أعتبره حد ابني وبنتي اللي أنا عم علمهم ببلاد الغربي أو هون، ويقدر بهالطريقة نكفي. لأنه يمكن بغير حلقات يكونوا معك أشخاص بيعطوا شهادات حياتهم وصلوا على مراكزنا ما بيحكوا، صاروا عم يحكوا هلا بنسمع شهادة حياة شيء من هذا النوع يلي نحن بنعرفه. للياس الهيبة، هو خريج مركز هوب تابع لرابطة كاريتاس لبنان. خلينا نسمع الشهادة ونرجع نعلق. أنا بدي عيد أمي بعيد الأمهات 21 أذار. ينعاد عليك يا أمي. بدي عيد أمي الحنونة. بدي عيد أمي وتشكرها، وعلى طول بتضل حدي وبتساعدني. يا رب الله يحميها، الله يحميها لأمي. تعذبت 14 سنة، وال 14 سنة هالأم الحنونة ما تركتني ولا لحظة. هي واقفة حدي على طول. بروح لعندها بشكي لها همي. قد ما اوصفها مش رح اقدر اعطيها حقها. مين امي؟ امي الكاريتاس. امي هي كاريتاس. امي كاريتاس. امي هي كاريتاس. امي الكاريتاس. بحبها من قلبي، من قلبي. الله يقوي كل من بيشتغل فيها وكل من بيساعد. بحبها كتير، بحبها كتير لانه عطول حد مني بيساعدونا منيح، لأن أنا جارتهم من زمان. تعرضت كتير للصعوبات بحياتي، شنطة ما بقدر أحملها قد ما كنت تقيل علي، فحصي ما كنت خلصه على الوقت، حفظ مش كل شي كنت أحفظ، صباتي ما كنت قادر أربطه، لحد ما وصلت فجأة من بعد كل شيء تعب وقهر وصلت للهوب سنتر كاريتاس. تعلمت سنتين بالهوب سنتر، الأبويت والأبناف. من بعد ما خلصت الهوب سنتر رحت تخصصت تمثيل وإخراج، تعلمت 3 سنين وهلأ أنا فيلم ميكر. لو ما تعلمت بالهوب سنتر كنت بمطرح كتير صعب، أصعب بكتير من المطرح اللي كنت فيه قبل ما أكون بالهوب سنتر. أنا شاب هالسنة تخرجت وما عم لاقي شغل بالاختصاص اللي درسته، بس تقدر ساعد أهلي ووقف حدهم. عم بشتغل بقلب سوبر ماركت، بس بتمنى شي نهار تجيني هالفرصة تقدر ترجم الشغل اللي بالاختصاص اللي بحبه، قادر ترجم الشيء اللي بحبه. قبل ما نسمع شهادة إلي بالغلط قطع شهادة حياة كمان من سيدات كبار بالعمر عم بتعيد أمهم كاريتاس. كان بمحله جدا، لأنه هيدي الاستمرارية اللي بأي عمر مزبوط. في حدا وقف حد منهم، والشهادات اللي عم يعطوها لأنه الدنيا أم بس تغيب. نحن الأم عم توقف كاريتاس حد الصغار وحد الكبار كبار. فنعم هيدي اختصرون لكل يلي كاريتاس عم تعملوا مثيلة لك لتحضير هذا الفيديو. سهلا لك أمونا. إلي ياس الهيبة كان عم يعطي شهادة حياة، شهادة مؤثرة. يعني هو شخص نعطاه دعم معين ليوثق بحاله كمان ويحقق حلمه. هلأ بدنا المجتمع كمان يطلع فيه ويحقق له، يعني يشوف قدراته وينظر فيها لحتى يكفي. أول شيء تحية لإليم. إليم مجرد ما حكي هذا الشيء يعني هو قبضاي، وتحية لأهله يلي عم بيشجعوه يحكي مثل هو. لو نحن كتار العائلات بدنا الأم والبي يعرفوا أنه أولادهم ما عندهم إلا أم وبي واحد، إذا هني ما قبلوهن هني وسقوا فيهن ما راح كل حدا يقدر يكفي لقدام. تيجي كاريتاس عم تحضنهم وتقويهم، بس بدنا نتعاون كاريتاس من ميلي والعائلة بميلي، وهذا الشيء يلي عم يعملوا المراكز عنا.
بدي رحب بهبة هبة بجاني أخصائية النطق واللغة بكاريتاس لبنان. بونسوار. بونسوار باسكال. بونسوار أبونا. بونسوار نانسي. بونسوار الله معك هبة. أنت بكاريتاس هوب كمان تابع على عرفة كاريتاس لبنان. قلك 24 سنة بالفيلد على الأرض على تماس مع كل هالطلاب والتلاميذ يلي كانوا عم يتخرجوا كمان من مركز هوب. بدي أول شيء تخبرينا شو هو هيك سريعا كيف عم بتكون إذا بدك تقبل الأهل أول شيء إنه ياخذوا ابنهم على العلاج علاج النطق واللغة، كيف عم بيكونوا يتقبلوا إنه فكرة إنه ابنهم عنده هيدا المشكلة ولازم يعالجوها ولازم يتابعوا معه، وهل عم بيكون في فعالية لهذا الموضوع؟ اوكي. هلا بالاول الاهل بتعرفي بيكونوا مش متوقعين انه يكون في مشكله عند الولد. هون نحن دورنا انه نعمل التشخيص ونقيم المشكله اللي عنا اياها مع الولد، ونبلش نساعد الاهل انه يتقبلوا وما نخوفهم، يعني نقول لهم انه صار في علاج لهيك مشاكل. فهون بس الاهل يبلشوا يلاحظوا انه اوكي هون اخصائيه تقويم النطق واللغه عم بتوجهنا، عم تعطينا ارشادات، عم تعطينا اكثر اكزرسيس نطبقهم مع اولادنا تنساعدهم، ببلشوا يلاحظوا انه في اكثر تقدم عند الولد. حلو. وهون مع المتابعه اكيد والتعاون ان كان من قبل اخصائيه النطق وكمان المدرسين اللي معنا بالسنتر وتعاون الاهل، هون ببلش الولد يتحسن ويتقدم اكثر واكثر. حلو. طيب وهيدا العلاج عم بيكون متوفر بس بالمراكز ولا كمان بالمستوصفات؟ يعني اللي ما انه مسجل بالمدرسة عم تقدروا؟ نعم. هلأ نحنا بالمركز موجود هيدا العلاج بالمستوصفات كمان، بس مثل ما بنعرف انه هو كتير مكلف. يعني هون انا بدي اتشكر عن جد كاريتاس هوب سنتر انه عم يقدروا يأمنوا العلاج ان كان من الناحية الأورتوفونية أو البسيكوموتريسيتي أو البسيكوثيرابي، لأنه شيء مكلف جداً للأهل. والشغلة منا قصة جلسة وجلستين. صحيح. نحن يعني على سنة أيامات أو سنتين منضل عم نتابع الولد، بنواكبه، بنعمل أيامات مرتين بالجمعة جلسات كرمال يقدر يتحسن ويتقدم لنقدر بعدين نرجعه على المدرسة تبعه. شكرا كثير لك هبه، انا مضطره اقطع معك. شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. لضيق الوقت بدي اسالك، يعني اليوم هل عم تقدروا تكونوا عم تستقبلوا الكل، كل اللي بيقصدوكم؟ نحن بفول كاباسيتي للمستوصفات. نحن بالمراكز عندنا فول كاباسيتي. الايامات وقت اللي ما بنقدر بالمدرسه نكون عم نستقبل بنجرب نعمل اورينتاسيون على المستوصفات اكيد، وبنشكر قسم الصحه للتعاون الكامل لحتى نقدر كمان نامن العلاجات على القليله. اليوم نحن اهم نقطه باسكال انا بحب اقولها قبل ما نختم يمكن هذه الفقره، بدي اقول انه نحن اليوم حد انه عم نامن العلاجات والتعليم، اهم رساله اليوم كاريتاس عم توجهها هي انه نحن ايماننا بالانسان، ايماننا بالطفل، ايماننا بالحق بحقه انه يوصل له ببيئه حاضنه وبيئه سيف له وحميته من كل النواحي هيك بهوليستيك ابروتش، يوصل له انه هو قادر، ويوصل له ثقه بذاته اكثر، ويوصل له انه نحن كلنا باتكال عليه لحتى يكون مواطن صالح، يوصل انه هو بيقدر يوصل انه يعني هيدي اهم رساله نحن بنحب نوجهها اليوم لكل الاطفال الموجودين على الارض اللبنانيه. شو ما كانت المشكله رح يكون لها حل او رح يكون لها الطرق اللي نحن رح نقدر نكون عم نجرب قد ما فينا نوصل له اياها بالتعاون بطبيعه الحال معه كطفل، يفهم انه اوكي في مشكله مزبوط، بس هيدي المشكله لها حل مع اهله، مع المجتمع، مع كل شركاء التربيه، ومعنا نحن كاقسام مختلفه. كنت عم بتقول انه في اشخاص يتبنوا طفل، قديش كلفته سنويا؟ شو بتقول لهم؟ بنحط بين ال $2000 و $2500 تنقدر نكون عم نقلع بالمينيموم، فنحن بنشكرهم اذا بيكونوا عم بيامنوا هذا المبلغ. بدنا نرجع نذكر انه بيقدروا يتواصلوا على 1633 لحتى اذا بدهم يتبرعوا ويرجعوا يفوتوا على الويب سايت caritas.org.lb/donate. وبنشكرهم وبنشكر باسكال بنهايه الحلقه، بنشكر الاو تي في عم تامننا الفرصه تنعلن عن خدماتنا تنتلقى وتنقدر نقدر. بدي كلمه اخيره منك ترجع تقول لهم اياها للي عم يسمعوك. بدنا نقول لهم نحن ما نا خايفين مجرد ما في ناس حدنا، بدنا نشكر كل الاشخاص اللي عم يعطونا. الله كان معنا ب 50 سنه بكاريتاس لبنان رح يكفي، بدنا نخاف على حالنا اذا صارت لنا الفرصه تنعمل خير ومع منها.
شكرا كثير لك منى، شكرا لك، شكرا باسكال وعزم على ضيق الوقت، شكرا كثير لكم مشاهدينا. اكيد ما توفروا فرصه انه تعطوا لانه بالاخر رح تلاقوا. شكرا لكم وتصبحوا على خير.